لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحدة تانية، وللأسف احنا مش محتاجين دلوقتي أي كاشير. طب مش شرط كاشير، أنا ممكن أعمل أي حاجة، أقطع عيش، أعبي سندوتشات، أخرط بصل، أي حاجة. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا أستاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، أنا خريجة إعلام، ما مسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحة وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شوشو فكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارف اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. متلاقيش انا هتصرف، هكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه. الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي. والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف، ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك، مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندية دي اكلها هديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا يا بنتي مش قلت لك خد حته وانت قعدتي تقول لها مش عايز؟ انت معفن يا كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنيل اجري هات لنا مكنه جاهز، تجيب واحده يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. طب امال اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك فك يا هاني. معيش معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا. يلا ده هتلاقي معايا فلوس. انا تعبانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب يلا خلاص. مش بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هتفضحنا. استنى استنى يا حاج، يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفندياية. طب اقول لك على حاجه بتشغلني معاك. طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك. بس ما والله شكلك لطيف. بس حبيبي بس حبيبي انت اللي خليتنا نشحت. ايه ده ايه ده والله متشكرين والله. يعني انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب البيت الشغل. بس بس بقى. بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا. طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنا ليه؟ ها هلفنا ليه؟ سو what the hell are you doing؟ ايه القرف اللي انت عامله؟ نالي I missed you. It's not me, that's her. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نالي دي اختي وحبيبتي، كان لازم اقف جنبها في زنقتها. بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص، يعني احنا لما ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نالي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده، بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس، نيلي بالاي مش بالاي. نيلي نيلي قفلت كل السكك فجأة في وشوشنا، كل اللي ليك ضاع من ايديك، وصدقوا اللي قالوا يا ما عشناك.
دنيا يوم لك يوم عليك. آه حلمنا قربنا عليها وديها راحت، كل الأمان تأجلت والدنيا فعنينا بقى كده لونها باهت، دنيتنا فجأة تبدلت.